جزاك الله خير. هناك كثير من المصلين حينما يدخلون المسجد يرون الإمام قد رفع من الركوع فينتظرون إلى أن يتم السجود إلى أن يقوم الثاني، ظنين أنهم لا يؤجرون على ذلك ولا يأخذون أجرا، المهم ينتظرون حتى يقوم. نعم. طيب، أقول هذا غلط منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو يقول: ما أدركتم فصلوا، وهؤلاء أدركوا السجود فليصلوا. وفي حديث آخر وإن كان ضعيفا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الأصح أنه موقوف، لكن على كل حال ما أدركتم فصلوا يغني عنه. فنقول: يدخلون معه فيكبرون تكبيرة الإحرام ولا يستفتحون، يسجدون في الحال. وهل إذا سجدوا يكبرون؟ عند فقهائنا رحمهم الله أنهم لا يكبرون إذا سجدوا، قالوا: لأن هذا انتقال إلى ركن آخر لا تدرك به الصلاة. وأيضا انتقال إلى ركن آخر لا يلي الركن الذي هو فيه وهو القيام. ولذلك لو أدرك الإمام راكعا إيش لكبر أولا للإحرام ثم كبر للركوع. أما هذا فيكبر للإحرام ثم يسجد بدون تكبير، لكن لو كبر أرجو أن لا يكون به بأس. نعم.